اكثر بين وسط. اتوقع راح يكون لشان على الاول والثاني اليوم. هم واحد اليوم في الشو؟ اي هم واحد في الشو طبعا. بيون وين؟ المعنقيه وين؟ جايب 60% وغلب كل اريحيه. فند ريسنج انطلق ثاني اشواط الامسيه. بس ما توقعت انه بيطلع هاللوم في اللحظه الاخيره وبيوصل في اللحظه الاخيره الصراحه كان. يعني لو يعيدهم اليوم يكون هون خطير في الشو. الوزن العالي والريف العالي على صداره هذا الشوط بانطلاقه الانغلاقي والاندفاع والمحاولات ايضا قائمه من قبل يعني على الله كذي مواصلين. شنو بقول اليوم؟ ما بقول شيء، ما بقول شيء. انتوا ايش بتقولون؟ انتوا ايش بتقولون؟ اسحب كلامي كله. كلام عن كلام يفرق. في كلام نسمعه ونكون مصدقينه 100%، بس عادي جدا اي وقت نكتشف ونعرف انه كان مجرد كلام بلا معنى. بالضبط، بلا مصداقيه. ما يندرى يمكن. وفي فرق ترى بين انك سمعت من او امنت بمن او عطيت او سويت حق من، صح ولا؟ فرق السماء والارض. كل شيء تسويه سوى لنفسك وبس. شوف شنو خطتها بعد حزتها، لا بتندم ولا بتقول شيء. اللي هو كيفه يعني كل واحد عنده راي. الصراحه يعني في الاول والاخير توافيق. واذا على التوفيق صدقوني التوفيق جاي. قلنا باور ترين موجود ما بنشوف غيره. شوي انا متشككه انه ليش 1080؟ بدل ما يحارب بسلاح واحد عنده كذا سلاح. اذا عرف انا شنو بسوي. ما بيعرف المدرب من بعد ايش بيسوي. اليوم نقول الجلابي ولا نقول الربدة لجعفر مرزوق؟ بنقول عنهم وايد الحين بحكم ان الجلابي مرشح اول والربدة مرشحة ثانية. انا اشوف المستوى يفرق، يعني الكلاس يفرق، واشوف الجلابي بكل اريحية وما اعتقد انه في حصان يقدر ينافسه. ما عليه، بس ما نبغي نتسرع بعد. لا انا اتوقع صراحة الجلابي يكون حصان مستوى كبير اكبر من هالخيل، يعني على غلبته الاخيرة. خلينا نشوف عقب الريس وش يصير بعدين. اي تقريبا، بس هي بعد شايلة لان وزن تحت 54. اعرف، بس يعني يوسف اللي شاف الجلابي صراحة اكيد بيختاره. الجلابي 1791 مع الفارس عبد الله فيصل والمدرب يوسف البعينين. اذا الجلابي يودع المبتدئات في اول اشواط الامتية الخيل العربية الاصيلة بكل سهولة الى المركز. بعد اكيد هو على غلبته اكيد بيختارونه، بس ما ادري ليش جعفر يعني حاط في باله انه هو يعني مختار. لانه بعد اللي شاف الرابدة ترى يوم فازت. فازت على من؟ أيها المتابعون الكرام، هنا الغير المرشحة في هذا الشو الربدة 1796 هي من تخطف تصدر هذا الشو. إذا الربدة 1796 من تقص شريط الأمسية للخيل العربية الأصيلة. شوط أفرس من الثانية كروش فرس اللي هي مالت جعفر، والمصنة كانت مالتي ثالث، والمعنقية مري المصنة رابع. المعنقية فازت على المعنقية مالت كي اتش كي. المعنقية المفروض مستواها زين. المعنقية ما صادها حصان العدل. من غلبت من المعنقية؟ غلبت من المعنقية؟ ها؟ ما غلبت أحد.
صح لا يوم تغلب ترى شوط افرز هاي يعني تعرفون هاي الكلام اللي قاعد يقوله يعني هو واثق في الجلابي مليونين بالمية لا مو بواثق انا اقول لك ركضت ويا من انت تقدر تقارن بالربده ما نقارن يمكن الريس له ظروف يمكن هو ما شدك اليوم قدام وصل هالمره يمكن هو الجلابي يوم يفوز ذكرني ذاك المره فاز على كروشان مال حسين دلمي اللي ويا اقوى حصان عند زين بقول لك ترى يعني حتى كروشان يعني شفنا سباق واحد زين عقب خلاص هاي مستواه كله ثاني كله ثاني إيه؟ اه فانت بتقول ان الجلابي فاز على حصان واو زين حصان زين ايش فيه مو كروشان مو بزين كروشان قلت لك شفته مره واحده اللي يوم ايه ثاني ليه؟ بس ليش في البليس اوكي يا ثاني ويا من مع الجلابي ومن قبل يا ثاني مع عبيان ايه زين ايه ويا رابع مع من اه يعني انت ما ما بتقارن عبيان بالمعنقيه صح؟ عبيان؟ ايه بالمعنقية؟ ايه اي عبيان مال من؟ عبيان كي اتكي؟ ويا المعنقية؟ ايه بس فرق السماء والارض عبيان وين؟ المعنقية وين؟ هذه راكضة ويا شوط افرس، هذا راكض ويا افرس وحسن غير المستوى غير اوكي بس عم نشوف الا الجلابي اليوم لا انا مو لو تقول لا لا يوسف بقول لك على كل ذي الكلام اللي قلته لازم ما تقول لي لا لا انا اقول لازم تقول لي تقارنين في شوط افرس الافرس غير بس صح رائد ولا لا على كل هالكلام اللي قلناه معناته صح ما نشوف الا الجلابي هو منطقيا اوكي شفنا الجلابي صح لازم بس نشوف الجلابي كل من يحاول ودينا عرفت جعفر لا اعرف عن الجلابي انه كان الاسبوع الماضي جايب مو بكل الاجهزيه يعني تقريبا جايب 60% وغلب كل اريحيه اليوم المفروض يقدم اكثر من كذي يعني كنت بحاول ادور مخرج اخر في حال خسر الجلابي بس هاي المخرج غير موجود حق الجلابي اذا خسر اوكي لروف اند ريسينج انطلق الشوط الاول على كاس نادي راشد الفروسيه وسباق الخيل العربيه الاصيله بعد انسحاب هنالك ايضا لدينا صقلاوي 762 مع الفارس بادي مثل سحب من قبل طبيب البيطر اذا نعود الى الصداره والمركز الاول مع المرشح الثالث السويتي 671 مع الفارس مارشالس جوريس الحائز على المركز الثالث في اخر مشاركته في مسافه ال 1000 متر تلحق به ثانيا المرشح الثاني الربده 1796 مع الفارس شيموس كرونن والمركز الثالث هنالك يتواجد لدينا ايضا حيله العاديات 1782 مع الفارس جيمي كوين والمركز الرابع هنالك ايضا التدخل تأتينا من قبل الجلابية 1752 مع الفارس حسين مكي هنا له المرشح الأول هنالك الجلابية 1791 في المركز الخامس لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع السويتي بينما انطلاقة الربدة 1796 مع شيموس كرونين ومحاولات أيضا قائمة من قبل الجلابية 1752 مع الفارس حسين مكي بينما انطلق المرشح الأول الجلابية 1791 مع الفارس عبد الله فيصل والمدرب يوسف البعينين إذن المرشح الأول يطل إلى أول أشواط الأمسية للخيل العربية الأصيل المركز الثاني كروشان والمركز الثالث الربدة بينما المركز الرابع جاءت به الجلابية قول ليش قلت قبل السباق أكو جعفر واقف قول ليش قلت قبل السباق عن الربدة قال الربدة غالبة من قال الربدة غالبة من علشان تفوز على الجلابي قلت لك أنا ذاك الأسبوع الجلابي قادم بقوة يعني حصان غني عن التعريف من سلالته يعني من الأم والأبو مستواه أقوى من هالجياد يعني حتى لو شارك أمس يعني يمكن أتوقع يجيب المركز الثالث ثاني حصان قادم بقوة يعني نتمنى المحافظة على هالحصان والله يوفق يوسف البعينين على الحصان اتمنى نشوف التطور الواضح على الحصان في الموسم الجاي يعني كروشان اللي قلتي عنه جميع اي صح كلامك عشان تعرفين هذا اللي راكضين يمين اللي راكضين يمين صح كروشان راكض يا خيل زينه ترى كروشان حسيت لو ما صارت عند المضايقات يقدر كان يفوز شلون كنت اغلب ما يصير والله كنت اغلب كروشان حظا ان الخيل كلها دخلت عليه من قامه من انطلاقه يعني جد ضايقوني في الستارت اول شيء جو علي وتاخر صرت اخرس بكسيركم واحد
ولا برا راحوا بروحون ستارت وجوا علي. بس ترى الجلابي ما اعتقد كان بوكس رقم واحد والخيل كلها جت عليه وهذا اللي اخره. وهلا صار في صالح ان الهوى قاعد ورا الخيل وما صاد الهوى. يعني ما اعتقد في احد بيقدر عليه هاي رقم واحد. رقم لا هو الجلابي قوي ما اتوقع كان يقدر يغلب يعني الجلابي مو طبيعي. بس عيل يعني ترى موقعك زين ما كنت لا بس كان جاي دخول شوفي حصان شلون جاي يعني كان جاي دخول مو جاي مبند يعني ايه اعرف بس يعني مو في فرق ترى شوي بينك وبين الجلابي يعني بس شوفي دخول حصاني اقوى حصان صعب نتغلب عليه خاصة الخيل اللي منقص ايه صح كلامك ما اختلف معك في ولا شيء اوكي الحين ايه انا يعني واحد صفر قلبتها خلاص واحد صفر انت قلت لي الرابده بتفوز ما قلت لك قلت لك قلت لك الجلابي على اللي شفناه منه مفروض هو اليوم بس بعد يعني حطيت لك خط رجعه ما رصاني ما بحط لك خط رجعه اصلا الجلابي ما يحتاج نحط له خط رجعه يعني خلص جام روانا ذاك السباق وروانا بعد في سباق ثاني فيعني ما خلى لنا مجال حق الصدفه صح لين صار عندك واحد من العربيات خطير ان شاء الله ان شاء الله عندي بعد ان شاء الله يعوض مكان شو اسمها صقلاوية ان شاء الله أيه. عندي بعد ان شاء الله حق السنه الجايه ان شاء الله في عندي خيل زين اعطوكم من الحين الخيل حق السنه الجايه انا عندي مال اللي اعطوني هالمره بس يعني ما لحقت الناس فيهم ما ركضوا ان شاء الله السنه الجايه بيكونون خيل زين احس السنه الجايه العربيات بيكون شيء ما قد شفناه اكيد هو يعني ان شاء الله هو توافيك تبين صراحه يعني في الاول والاخير توافيك يعني ساعات عارفين فلاوه يعني بها يطلع لك واحد زين وبها يطلع لك واحد يعني متواضع الحمد لله احنا طلع عندنا جلابي الحمد لله ان شاء الله يدوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقول لك ترى عبد الله فيصل ذاك الاسبوع سالني قال لي انا مخير بين الجلابي والرابده اختار من هو جا قلت له بعد عقب اللي شفناه من الجلابي تقول لي اختار من صدق والله طول مغشى بس الوزن عليه يعني ذا دارك نايت زين وانا يعني وجهة نظري طبعا هذا الخيل والخطير عليه كتلاس اي بس كتلاس يا ثالث اخر مره يوم يفوز اصلا ما يعني فان ركب بس ذا دارك نايت هو كلاس يعني صح كتلاس فوز على نبروس يوم كان شوط الفرسان المتمرنين بس في سباق ثاني رجع أصلاً ياب المركز الأول وكتلوس كان في المركز الثاني يعني حتى مو في المركز الثالث حتى مو ثاني شوفي هو الشوط The Dark Knight هو الأفضل بس اليوم هوا وعليه وزن ما تدري يعني إذا ما كان هو فاز الشوط بصير مفتوح إلى أي واحد يقدر يفوز أي واحد يقدر يفوز يمكن صعب علينا نقول هالكلام عن هالخيل الموجودة في الشوط يعني مثلاً نبروس الصراحة ما أعتقد لا ليش نبروس ليش نبروس ليش قاعدين تتنقلون من المسافات هالكثر 1800 1200 ومرة ثانية 1800 لا أقول بفوز بس اليوم لا أنا ما أقول بفوز إن شاء الله أفوز إن شاء الله أفوز الحصان ما عنده مشكلة في المسافات ما عنده مشكلة بس ذاك المرة أبو خليفة قال عنده مشكلة يا خامس أنت أقنعت أبو خليفة يعني شوف احنا قلنا لك ذاك اليوم رحنا على الكونديشن شفنا دي المسافه قدها احسن من المسافه القصيره حتى في التمرين بعد يعطي شويه نشوفه يعني في التمرين حتى الرايدر يقول انه في المسافات الطويله طبعا التدريب يبين في المسافات الطويله يكون افضل من المسافات القصيره نشوف على اليوم انا الحين انت مسوي لنا لوي ويا نبراس لا عادي هو تشوفي الحصان يبغى له اشواط على قد يعني سواء مسافة طويلة ولا مسافة قصيرة يبغى لها أشواط على قدها يعني خيل من مستوى الحين هذا لين الخيل كلها من مستوى ما عدا ذا دارك نايت إذا كان يتأثر بالوزن هو ذا دارك نايت هو المرشح أهم واحد في الشوط يا يعقوب الديل القصير أكو شف سهل ذي أبالي أصلاً مو بسهل قالب ذاك الأسبوع لازم بيها أقلب هالأسبوع حصان زين حصان قوي
حصلوا له العلاج. انا ما قلت لك اذا حصلوا له، ما قلت لك تذكر بعد قلت له ما قلت، قلت لك اذا حصلوا له العلاج حصان زين. الحين باكر بتقول لي ما قلت. انا ما قلت، قلت قلت اي قلت. يعني انت اللي تبي تقول لي ان النبراس في مستوى اصلا في مستوى كتلس، اي كلهم مستوى بعض. اوكي زين، يمكن يعني اصلا يغلبه كتلاس يغلبه، لكن بيصيرون قريبين من بعض اتوقع. انا باهر تحس ممكن اليوم يأدي؟ والله باهر نفس المسافة ذيك المرة يا سابع من سابع، يعني كأنك يا أبو زيد ما قزيت، ظهرنا نفس المحل. ما أدري والله يعني هاي، والله إحنا مسندرين هالخيل ما تعرف، يوميك ورا ويوم ماتوا على شق الشوط، وإحنا يا سيد ضايعين في الطوش ما ندري، مدربين ما رش يعطونهم. كلامهم صحيح صح؟ كلامهم اوكي. باهر يعني اول سباق حقق مركز رابع عند صلاح عبد اللطيف. اي أيوة والنعم. عاد تالي عاد وين؟ وين تالي؟ كله على العدد، على الرقم اللي موجود، الرقم موجود فيه. صلاح صلاح مسكين يعني مجتهد والله، اشوفه انا بس. والله يعطي الصحة والعافية يعني. يعني ما نقدر نقول عيل شيء آخر. ما إلا أن احنا يعني نختم هاي الكلام نقول من بيقدر يفوز على أصلان أو ذا دارك نايت؟ من بتختار فيهم؟ طبعا ده ما تعجبها بس مع التوب ويت. سينج انطلق ثاني اشواط الامسيه ايها السيدات والساده ايها المتابعين الكرام على كاس وزاره شؤون الشباب والرياضه بانطلاقة بطيئة نوعا ما لهذا الشوط بانطلاقة The Dark Knight الحائز على المركز الخامس في آخر مشاركاته بشعار فيكتوريوس، بينما ثانيا هنالك يتواجد باهر برفقة كوتلاس للعاديات، بينما أصلان في المركز الخامس بشعار الملاح، وآخر الجياد هنالك يتواجد نبراس مع الخبير جيمي كوين. إذا نعود على صدارة هذا الشوط بانطلاقة The Dark Knight بشعار فيكتوريوس على المركز الأول، بينما هنالك المحاولة تأتينا من قبل باهر في المشاركة الثالثة تحت إشراف المدمر صلاح الدين، بينما في المركز الرابع عفوا الثالث هنالك كوتلس، ورابعا هنالك أصلان الفائز في آخر مشاركاته في نفس هذه المسافة. إذا ذا دارك نايت صاحب التوب ويت بالوزن العالي والريت العالي على صدارة هذا الشوط بانطلاقة فيكتوريوس، والفارس جونسون رودريغيز، كوتلس متأخر نوعا ما مع الفارس عبد الرحيم جازم، بينما انطلاقة أصلان مع شيموس. الفارق الآن في الخط المستقيم يتسع بانطلاقة The Dark Knight صاحب التوب ويت وصاحب الوزن العالي على صدارة هذا الشوط، بينما الآن بدأ الاندفاع من قبل الفارس عبد الرحيم جاسم مع كوتلس. نبراس أبو خليفة يحاول على المركز الثاني والثالث، لكن صدارة The Dark Knight المنتج في مزارع سافرة للإنتاج والمنتج أيضا في البحرين الإنتاج المحلي، فعلا أيها المتابعين الكرام بفارق 5 إلى 6 أطوال The Dark Knight بشعار فيكتوريوس هو من يخطف كأس وزارة شؤون الشباب والرياضة. كوتلس في المركز الثاني، نبراس للهرم لخالد راشد الهرمس في المركز الثالث. The Dark Knight يعني بفارق 9 أطوال يعني رغم التبويت. سيد قلت لك وانا عن عن يعني التبويت ترى ما مو بعايق، انا ما انا في نظريتي ما احس بعاق على الحصان اذا الحصان عنده كلاس وعنده مستوى. قلت لك انا ريت الحصان غير مستوى، غير شكله، غير هني في ساحه العرض. الحصان سير في ذمتك، انت كم مقابله سويت وياي؟ وايد. اي حصان نقول لك عنه يبين هني، يعلم عن روحه، يقول لك انا ترى انا اللي موجود، لا تشوف غيري طالعني انا. الهرم ما يتبين بالضبط. يعني على كثر الكلام اللي قلناه قبل الشوط سواء عن كتلس ولا أصلان ولا نبراس فعلا ما ترك لنا مجال. شوف الأربعة اللي جاوا ورا يعني ما أعتقد إن في حصان صاحي واصل لآخر الموسم، كلهم واصلين بس يعني على الله كذي واصلين. بس كتلس كرر فوزه على نبراس لما قلت لي كان الفارس اليوم فارس محترف بعد كتلس السبقة محترف، بس يا أخي شيء بالظاهر جيمي كوين ساعات يرقد، هو بعد لو قام قلط الحصان شوية قدام
بي وياه، لكن شوي تاخر. احنا قلنا لك على القعده، ما قلنا لك راقد يا جيمي كوين. المهم الحين هو ما قصر، يا الثالث بعد ثالث مركز زين، مو احسن من اروح رابع هنا؟ ايش رايك؟ ترى يا ثالث ما فاز حق يكون افضل لو شارك في الشوط اللي فاز فيه جود نيوز يوم الجمعه. شنو كان يعني يقدر يسوي جيمي كوين مع نبراس مثلا؟ ما كان يقدر يسوي شيء ترى. بينما المرشح الاول هاي بيم حتى الان في وضعيه الانتظار مع الفارس. ما تحتاج تبطل الدفتر هشام، لان اللي بقول لك اياه اكيد تتذكره. يعني تذكر لما هاي بيم فاجئكم احس لما فاز على ليفينغ ارت وعلى كامبولينا، وفاز مو يعني بعد فوز عادي، يعني ما كانوا دروب منه. حلو. اليوم المسافه تختلف، ما اعرف اذا اقدر اقول ان هي بعد لا زالت بتكون في صالح هاي بيم او ان لا. ليفينغ ارت لما خذلنا ذاك المره في مسافه ال 1600 اليوم ما بينه. لا، في وجهه نظري هاي بيم، هاي بيم يعني يمكن ليفتنج ارت راكض رقده زينه واخر ريس احرز على المركز الاول، ولكن في ترشيحي وفي وجهه نظري الخاصه فيني اتوقع من هاي بيم هو اللي بيحرز المركز الاول. بالنسبه الى مؤشر ما قبل السباق، بالنسبه لهاي بيم، هاي بيم ما شفناه في هالمسافه، بس شفنا ليفينغ ارت، لكن ما اعتقد ان الين بزج بهالحصان في هذا الشوط وهو مو متاكد من انه هو يعدي المسافه. يروح، انا يعني في وجهه نظري انه يروح هذا الحصان هذه المسافه، واتوقع انه بيتفوق على الليفتنج ارد. بالضبط، وخصوصا تذكر يعني فوز بفارق ترى. اوكي، يعني بس تبي تقول لي انه هو جاي اليوم بنكتشف او اليوم ببين. ريس نمبر 3 ذيروف اند ريسينج انطلق الشوط الثالث على كاس وزارة الشؤون الشبابي والرياضة من مسافة 2200 متر بمشاركة 4 من الخيل الانتاج المحلي لعمر 3 سنوات وما فوق بانطلاقة المختار، هو الذي يتصدر السباق مع الفارس احمد مكي، يلحق به ثانيا هاي بيم مع الفارس دينسون رودريغيز، ليفينغ ارت في المركز الثالث مع الفارس حسين مكي وولاية في اخر الجيادة. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الان متواصل مع المختار مع الفارس المتمرن احمد مكي بشعار علي عبد الهادي. المركز الثاني يلحق به المرشح الاول هاي بيم الفائز في اخر مشاركاته في مسافة الميل. المركز الثالث هنالك ليفينغ ارت الفائز ايضا في مسافه الميل في اخر مشاركاته وولايه في رابع الجياد. هنا الدخول في المنعطف الثاني من السباق، ولا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع المختار سلاله معالي وايفرلي. المركز الثاني يتواجد هاي بيم كارديس ونايت لايت، بينما ثالثا هنالك ليفينغ ارت اسمر وارت فيفا، والمركز الرابع ولايه ارشبينكو وهركين ليدي. لا تزال الانطلاق حتى الان مع احمد مكي من يقود هذا الشوط. المركز الثاني هاي بيم بشعار الاماني ريسي مع الفارس الاوروغوياني ادينسون رودريغيز والتدريب المضمر الين سميث، بينما ثالثا يتواجد ليفينغ ارت بشعار عبد الله فوزينات وتدريب هشام الحداد وقياده الفارس حسين مكي وولايه في المركز الرابع بقياده الفارس عبد الله فيصل وتدريب المضمر سمير داود. هنا الدخول بالمنعطف الاخير الان باتجاه خط النهايه، ولا تزال الانطلاق حتى الان متواصل مع المختار مع الفارس احمد مكي يلحق به ثانيا هنالك هاي بيم مع انطلاقه ادينسون رودريغيز. الثالثا هنالك المرشح الثاني ليفينغ ارت مع الفارس حسين مكي ولايه حتى الان في اخر الجياد. لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع المختار، بينما المرشح الاول هاي بيم حتى الان في وضعيه الانتظار مع الفارس ادينسون رودريغيز الذي بدا في الانطلاق والاندفاع والمحاولات ايضا قائمه من قبل ليفينغ ارت مع الفارس حسين مكي. المختار لا يزال هو الذي يتصدر السباق، بينما محاولات ايضا من قبل هاي بيم مع الفارس ادينسون رودريغيز والمحاولات ايضا قائمه مع الجواد ليفينغ ارت، لكن هاي بيم يصل الى ثالث اشواط الامسيه بقياده موفقه من الفارس ادينسون رودريغيز الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي. هاي بيم يكرر فوزه
لكن في مسافة مختلفة على الفينغارد. هاي بيم إن إحنا نشوفه اسم كبير، نفس ما خبرنا أنه في أمسية كأس جلالة الملك غلب بكل أريحية. اليوم بعد عليه المسافة المدرب ألين سميث، أتوقع أنه راح تكون له كلمة كبيرة في الأشواط الموسم القادم في الأمسيات الكبيرة. والله أن قبل الشوط كنت بقول لكم أن سمحوا لي أن بس بنتكلم عن هالاثنين، هاي بيم وليفينغ آرت، بس كان لازم ما نتكلم غير عن هاي بيم، يمكن لأنه خطير في المسافتين. على عكس ليفينغ آرت أتوقع يبي مسافة أطول بعد. هاي ليفينغ آرت يبي مسافة أطول. موسم الجاي. يعني شو بيغير الموسم اليوم؟ اليوم هوا بعد. ناس بيلعب هوا. ترى الهوا يضار. توقعت إن هاي بيم يفوز بكل سهولة وبكل أريحية، لكن بصراحة ما فاز بكل سهولة وبكل أريحية. فاز بصعوبة، يعني تغلب على المختار وفليمينغ وليفينغ آرت بصعوبة. يعني المفاجأة في هالشوط كان أداء المختار، خصوصا مع هالاسمين. أوكي شفنا أداء في السابق، بس مع هالاسمين أعتقد فاجأ الجميع. المختار اليوم ركبتها واجد، والله جريت منهم. توقعت يمكن 7 إلى 8 طول، ولكن طولين ونص فقط. يعني المختار يعني ركضة إليه جدا جيدة، يعني ونبارك لهم على هذا المستوى الرائع. والله يوفقهم إن شاء الله إلى المختار ستار، يعني إن شاء الله يفوزون فيه. وألف مبروك على المركز الثالث، لكن قريب من هاي بيم، يعني يعتبر فوز. نفس الأوزان؟ إيه تقريباً. المركز الثاني هنالك يتواجد وهاج مع الفارس كارلوس بوينو الدرة في المركز الثاني. إذا اليوم لازم نسأل سؤال في هاي الشوط، شنو لازم يكون؟ ما أدري يعني هاي الشوط شلون، ما أعرف الخير أنا عدل يعني صراحة. يعني هاي الحصان مديوان لغلب، أشوفه يعني حصان زين. الفرس هذه مالت محمد سعيد اللي فازت عقب الفوز بعد ركضت ما تذكر. إيه ما أنا بعد نفس الشيء. فشنو لازم نسأل اليوم؟ قول عن الجرة اليوم أكيد إيه. إن شاء الله ليش لا؟ لأن يعني في نفس المسافة مع نفس الوزن تقريبا قدرت إن هي تفوز على كل هاي الأسماء الموجودة هنا اليوم، ما عدا تولوز مكاننا. الجرة بتكون خطر على هذه الحصان، فأتوقع الشوط بيكون بين هالرأسين، بين الدرة وتلت ليبلوت. فاليوم نبي نشوف هاي المفاجأة بين تولوز وبين الدرة. اللي ما أدري عنه إنه يوم تفوز على هالأسماء كانوا شايلين نفس الأوزان. إيه تقريباً. ليه كان زين إن شاء الله، بس تولوز سريع. الآخر سباق له سريع، الحصان عنده يعني إيرلي سبيد واجد. بين إنه يحب هذه المسافة الألف متر. في نفس الوقت الدرة بعدهم فازت مسافة الألف متر. أنا أعتقد الشوط راح يكون ما بينهم، ومو غريبة إذا أي أحد يدخل معاهم، يعني مثل ممكن هايل أو مقصود لو رجع مستواه يعني مثل ما قبل. يعني شكله صدق أحسن اليوم، إن شاء الله من الله. أي متردد صح؟ لأن مو بس عندك تولوز اليوم، عندك الدرة، مفروض المنافسة تكون بين هالاثنين. حتى هذا زين هاي زين، قاربين يعني. راح ستارت طويل يطلع. تولوز سريع. والدرة فنش قوي. هذاك فنش وأنا قوي. ومقصود شيء ما يزحيه اليوم. مقصود إذا يؤدي أداء اللي بدأ في بداية الموسم بيكون خطير. بس إحنا قاعدين نلاحظ مقصود في تراجع. أدى بداية الموسم ريسين ولا أروع، يعني لو يعيدهم اليوم يكون هو الخطير في الشو. قلت لهم شيء لا يروحوا عنه جود وراهم، بس لا يشردون. على الأقل ثاني أو ثالث؟ إن شاء الله يعني قاعد يورا الخيل، يعني قد ما نروح قاعد وراهم ياهم. الألف متر بعد خلوا من سبق لبقى عبوتهم. أي بالضبط. Race number 4.
فور ديروف اند ريسينج انطلق الشوط الرابع على كاس وزاره الشؤون الشباب والرياضه بانطلاقه ست من الجهات بانطلاقه سريعه لتولوز ليبلوت بشعار فيكتور يسال فاز في الاسبوع الماضي المركز الثاني هنالك يتواجد وهاج مع الفارس كارلوس بوينو الدره في المركز الثالث مقصود رابعا والمركز الخامس هنالك هايل والمركز السادس لدينا رويال بلو لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع توليس ليبلوت مع الفارس دينسون رودريغيز الذي يبحث عن الهاتريك في هذه الامسيه المركز الثاني هنالك وهاج بشعار النوايف ريزي مع كارلوس بوينو والمركز الثالث الدره مع ديوسكي فاكاموتو والمركز الرابع هنالك لدينا مقصود خامسا لدينا هايل ورويال بلو في اخر الجيال لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع توليس ليبلوت مع دينسون رودريغيز محاولات ايضا قائمه من قبل وهاج مع الفارس كارلوس بوينو وايضا الدره قادمه بقوه لكن تولوز ليبلوت من انتزع صداره الشوط الرابع المركز الثاني الدره هايل في وهاج في المركز الثالث وهايل في المركز الرابع مثل ما كان متوقع تلوز يعني ستارت وفينش اليوم وكرر فوزه في نفس المسافه اي نعم نفس ما توقعنا وتوقعنا بين الشوط بينه وبين الدره من قبل الشوط يعني وفعلا جو يا بعض يعني الراسين دلين جو يا بعض وحصان يعني في الألف متر حصان واجد زين له تلوس والله انه كان يقدر يطوف ظنش يعني ايه 2000% بس تأخر لا لا ترى صدقني كانت تقدر تطوف فعلا الفارس أخرها شوي لو كانت ماشية تقريبا شوي قدام كان أخذت الشوط بس ما أعرف ليش الكل كان ينتظر في الخلف لا كل من متوقع أن تلوز ليبلوت ينطلق في المقدمة بس مو بهذه الصورة شرد اليوم شردة واجد قوية يعني بعد عن الخيل تقريبا حوالي 6 طول أو أكثر من البداية فتلقائيا الفرسان يخافون أن يلحون خيلهم من وراء حتى ينكسر أكشنهم فما يقدرون يجارون سرعته فمضطرين يقعدون على بيسهم ويحركون شوي شوي أنا أشوف يعني أن 62 طريقة الفارس الياباني صحيحة يعني تعتقد حتى لو بدأ يدفعها من قبل بعد ما كانت تلحق عليه كان هو بيضغط في النهاية هي عندها فينش في البداية ما تعطيه فهو أصلاً حرك في الوقت الصح في الوقت الصح بس ذاك حصان سريع شوف أنت من قام من الستارت أخذ 4-5 طول عن الخيل ما أدري بس حسيت ترى كانت تقدر تطوف صدق فنشها قوي 1200 الله الحمد لله ما دام احنا في البليس احنا بخير على قولتي انت في طاهر الشوط بتكون فيه مفاجأة يكون اليوم مع الفارس بالي مثل من وسط الجهاد انطلاقة في همج مكبث بينما هنالك محاولة أتوقع في مفاجأة من كذا رأس عندك في خيل زينة في الشوط شوف هذا الشوط هانديكاب الهانديكاب الحصان الأضعف يعني عنده عامل الوزن على أمل الوزن أقل يخدمه شوي الوزن يمكن اليوم هي الهوى بعد في خيل ما عندها مشكلة في خيل لا تتأثر بالأوزان بس ايش رأيك في دون أرمادو ولا لا؟ دون أرمادو جاي بسمعة وايد قوية الحصان راكض كلاس 2 في لندن يعني الحصان ما يستهين فيه يمكن صارتهم بعض المشاكل الصابات العفو والحمد لله نشوف خيلهم في الفورم وأتوقع راح تكون له كلمة دون لا هذا الحصان بعد زين ايه في المرتبة الثانية من بعد باور ترين والله أتوقع أن باور ترين يعني له الحظوظ الأكبر في الشوط هو الفيفرت يعني هو كلاس الشوط ما نختلف واحد يحاول بس انا اتوقع الشوط بتكون فيه مفاجاه يكون اليوم هوا وباور ترانشر توب ويت اتوقع في مفاجاه من كذا راس عندك في خيل زينه في الشوط عندك يوان برنس كان تعودنا انه يركض بال 60 كيلو اليوم 54 كيلو وتغيير جوكي لا البادي هو الخيار الافضل يوان اليوم يعني عمره 3 سنوات الخيار الافضل اوراق افضل اليوم اوراق خبره
لا مفروض يوان أفضل من أوراق على اللي شفناها الموسم هذا. لين يوان أول مرة يسابق هي خيل كبار. اليوم الخيل كلها كبار، مو 3 سنوات ولا أحمر السنتين. اليوم خيل يعني كلها عندها خبرة، وخيل يعني 4 و5 سنوات و6 سنوات يعني مسابقة أكثر من هذا. لين دلين عندهم خبرة أزيد من دلين. هنا إحنا فرصتنا كالوزن. حتى لو 8 كيلو فرق عن باورتين سوي خبر يعني. حتى لو لا يعني حتى لو يعني ما ظن اليوم الوزن في مرتبة أعلى من مرتبة قوة الحصان نفسه. لا كلاس الحصان كلاس ما شاء الله عليه كلاس. و أشوف اليوم ألين ماشية أموره. يعني انت بتختار ان باور ترين هو يكون في المرتبه الاولى؟ هو الفيفرت هنا، هو اللي يعني لازم الكل اذا حد بيغلب لازم يغلب باور ترين. باي ذا روف اند ريسينج انطلق الشوط الخامس على كاس بيت التمويل الكويتي من مسافة 6 فورلونج 1000 متر بانطلاقة تجمع 9 من الجياد، انطلاقة بطيئة لبرايت هارمر من البداية بينما انطلاقة سريعة لمصيب هو الذي يقود هذا الشوط الذي انطلق من البوابة الأولى مع الفارس الإيطالي مارشالس جارس، المركز الثاني فارس كودياك مع حسن الصفار، والمركز الثالث أورك مع بادي ماثرز، بينما رابعا هنالك يوان برينز، والمركز الخامس لدينا باور ترين مع عبد الله فيصل، والمركز السادس برايت أرمر مع جيمي كوين. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع موسي، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل أورك مع الفارس بادي مثل من وسط الجياد، انطلاقة همش مكبت، بينما هنالك محاولات أيضا من قبل باور ترين مع الفارس عبد الله فيصل، وهنالك أيضا محاولات من قبل أورك مع الفارس بادي مثل. فعلا أيها المتابعون الكرام هنالك باور ترين هو الذي يتصدر السباق ويقترب من انتزاع الشوط الخامس، والمحاولات أيضا قائدة من قبل دون أرمر. إذا دخول ثنائي على خط النهاية دون أرمادو وأيضا باور ترين بانتظار الصورة النهائية والمعتمدة من قبل لجنة التحكيم. توقيت صح حاول داخل ما حسيت طلع برا يعني صدق توقيت صح. كنا نشوف أن يعني خلاص المركز الثاني هو، لكن محاولاته كانت جيدة وفاز بالمركز الأول، يستاهلون صراحة. شفنا منافسة مثيرة في هذا الشوط، وأتوقع أن الفرق شوية توقيت الفارس دون أرمادو اللي هو الياباني. Five pounds is good for him and you know today windy so I just all the way I try cover. Yeah. I know he gonna finish so you know he try today. قلنا باور ترين موجود ما بنشوف غيره. لا باور ترين في المقاطعين. والله الحصان الوحيد اللي أنا كنت خايف منه في الشوط دون أرمادو. لأن شفت آخر ريس له صراحة راكب وايزة. كان في صح مؤشر انه هو يفوز اليوم بالضبط، فكنت اقول اذا بفوز لازم اقدر افوز على دون أرمادو، ولكن ريس بس ما توقعت انه بيطلع هاللوم في اللحظه الاخيره وبيوصل في اللحظه الاخيره. الصراحه كان باخر التو فور لينج يمكن يعني قلنا كلنا باور ترين وخلاص رايح للفوز، لكن اتوقع انه يعني الاحتفال يعني قبل نهايه الخط او قبل الفينش، وهذا السبب انه قدروا انه يلحقون عليه. بس صراحه ادى مستوى جيد في هاي المسافه بعد اليوم، بس اتوقع ان في السكس فور يكون افضل. لا حصاني وايد ركض زين، وايد زين ركض. لازم نفكر في المرات الجايه او في المستقبل شنو هي الطريقه اللي ما تخلي يعني احد ثاني يقدر يدخل عليه. ما في طريقه، هذه ريس والقوه هو اللي راح يفوز، وخلاص الواحد يسوي اللي عليه والباقي على الله. بس والله طلع اختيار بادي صح لما فضل أوراق على يوان، لأنه كان قريب من الاثنين، ومو بكذي يمكن لو في شوي فاز بعد. وهامش ماكبث أخيراً أخيراً يرابع وشفناه على الأقل في المنافسة. زين الحصان، بس يعني في نفس 3-4 نفس الشيء. ومن وسط الجياد هناك محاولات ايضا من قبل سيزينيا. منو مرشحين بالشوط؟ انا ما اعرف منو المرشحين، لان في 4-5 كلهم نفس المستوى. ما في مرشحين. وايد هاي الشوط وايد مرشحين. زمرون المرشح الاول.
على اي اساس مرشح اول؟ على اخر سباقه. اوكي. يعني على اخر سباقه. هو من ضمن المرشحين بس ما نقدر نجزم نقول زاميران. والله زين الحصان زين في الشوط زين بس ان شاء الله هاي يعني جيته واحد ما ادري اثنين ان شاء الله يعني هاي الترافيك ما يصير يعني الحصان. زين زين الحصان بس يعني في نفس ثلاثة أربعة نفس الشيء في زينين خير زينة وياه. شوف إذا منقول في زينين منقول كاليدونيا كروسيد إذا ركض نفس مو ركضة الأخيرة لجة ثالث نفس المسافة صح؟ والله ممكن كاليدونيا كروسيد يعني خلنا نقول نعطيه عذر آخر سباق عليه فايزر بس على شان الهواء. والله هواء اليوم جراوند هارد ترى حرام الهواء الصراحة يخرب على كالدونيا كروسيد من انه يفوز في شوط اليوم يستحقه ان شاء الله. تقولي ان شاء الله صح كلامي عاد ولا لا؟ إيه مع انه ترى اليوم في خيل وايد في الشوط في خيل زينين ترى خيل كلهم زينين. زيزينيا الاسبوع الماضي يعني جت المركز الثاني ويا خيل قواي ويا بونس بوي عندك لشيفرا عندك حصان فرانكي ديتوري اللي هو فلينج فليت يعني الشوط مفتوح انا اشوفه بس زاميران انا اشوف حتى اليوم صحته افضل يعني من غيره. حتى هاي زين ترى حتى هاي الحصان زين اسمه لا 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 اللي فوز اخر مره 2004 مستر مامبو لا اللي عنده حين هشام حصان مال مفرع اقول يمكن ان ترى المسافه وذاك الفوز كان فت مفصل تفصيل حق فوربيدن لاند فمن كذي شوي انا متشككه انه ليش 1800 حق فوربيدن لاند مش سالتك ليش حسيت انه مسافه اطول احسه بيقدر على المسافه يعني احسه بيقدر يسوي يعني اختبار حقيقي حق هالحصان بس اذا السباق الاخير ما تعبه الاسبوع اللي راح إذا السباق ما تعبه ما أجهده الحصان أعتقد إنه بيأدي سباق زين كلهم زينين والله شوت هاندي كابر أني أوف ذيم كان وين they got chance أني أوف ذيم صح ما نقدر نقول شيء. جائزة The Roof and Racing انطلق الشوط السادس على كأس وزارة الشؤون الشباب والرياضة بعد انسحاب فيفث فليت الذي أحمل رقم 9 من هذا الشوط انطلاقه وسيطر لجولد سبينر من البداية بشعار العفو ريسينج بالكاب الأسود مع الفارس أندرو إليت يلحق به ثانيا أمان مع الفارس مارشالز جور رئيس المركز الثالث كلودونيان كروسيد مع الفارس بادي مثل ومن جانب السياج جاءتنا لشيفرا مع جيمي كوين ومن ثم ذلك تأتينا زيزينيا مع الفارس عبد الله فيصل سايد وايندر في المركز السادس زاميران في المركز السابع ساندي ماس ثامنا والمركز التاسع هنالك لدينا ماستر بامبو فوربيدن لاند في المركز العاشر والمركز الحادي عشر هنالك مضمار لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع جولد سبينر مع الفارس أندرو إليت يلحق به ثانيا أمان مع الفارس مارشالز جورج والمركز الثالث كلودونيان كروسيد مع بادي ماترز والرابعا هنالك لدينا لشيفرا وسايد وايندر في المركز الخامس زيزينيا سادسا ماستر بامبو في المركز السابع ساندي مارت داميان والمركز التاسع زميران والمركز العاشر هنالك ايضا لدينا مضمار وفوربيدن لاند في اخر الجياد هنا الدخول في المنعطف الاخير الان باتجاه خط النهايه ولا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع جولد سبينر المركز الثاني هنالك انطلاقه كالودونيان كروسيد مع الفارس بادي مثل ومن وسط الجياد هنالك محاولات ايضا من قبل سيزينيا مع الفارس عبد الله فيصل وهنالك ايضا محاولات من قبل لشفرة لكن كلودونيان كروسيد هو الذي يتصدر السباق بينما انطلاقه ايضا زميران من وسط الجياد فعلا ايها المتابعون الكرام هنا كلودونيان كروسيد هو الذي يتصدر السباق والمحاولات ايضا قائمه من قبل هنالك ايضا زميران اذا كلودونيان كروسيد وزميران زميران الى سادس اشواط الامسيه بقياده الفارس المتالق إبراهيم نادر من ينتزع صدارة هذا الشوط في آخر الأمتار قلنا مفروض زميران قبل السباق وفعلا بين مرشح أول كان مرشح أول منافسين كلهم مع بعض يعني عددنا 5-6 أسماء قبل الشوط أكو تنافسوا مع بعض فطبعا أكيد أنت بتفضل واحد على واحد شفت شلون على آخر لحظة آخر ثانية
لا والله هو الحصان يكيك تو سون. صدق؟ يكيك تو سون. كان المفروض ينطر بعد شوي؟ ايه ينطر. ممكن صادها استعجال، لان لو بتلاحظ الخيل اللي كلها قدام ما سوت شيء. يعني وهو كان من الخيل القداميه، يعني في الصفوف الاماميه، وشفنا الحصان اندفع وبين انه كان راح يفوز، بس اتعب الحصان. يعني مرتين الحين ها؟ بعد كذا امس قلنا بعد ما قلبه ابراهيم نور، اليوم بعد نفس الشيء وعلى نفس ال يعني الحين انت خساره كل الدنيا كروسيد تقول قلنا من رشحه ولا واحد اثنين رشح كل الدنيا كروسيد. انا قلت لهم بيغلب الشوط طالع سوى شفته لما شفته يعني نقول خساره من الفارس. لا الفارس مخاسره منهم مخاسره بعد ما شفته قال لي طالع شو تبي في الجوك اللي جاي تبي تبي روح طريق حصان غالب من الاثنين فيرلون غالب. ليش ما تقول توقيت ابراهيم كان صح؟ صح ايوه قلت له حط له ديلايت يعني من قبل الاثنين بس روح وياه ستيب باي ستيب وبيعطيك كيك بس روح وياه ستيب باي ستيب. الحمد لله ابراهيم ركب وايد زين ما شاء الله. صح كان هو اللي بياخذ الفوز بس بكفاءة ابراهيم نادر اخذها في الامتار الاخيرة. كم مرة نقول له يا الشيخ شيله يا الشيخ فكنا منه. هاي الحين خسارتينها امس واليوم نفس الشيء يعني طبعا مرة مراجعة هالخسارة الامس راجعها حق اليوم يطبقها مرة ثانية. بس واضح انه فعلا بدون الفايزر كالدونيا الكروسيد مضبوط. شوف بس بصيدة علي جون بتقول له بصيدة مرة ثانية. قلت لك شيء طبيعي الحصان عنده أبيليتي في أشواط هانديكاب عنده أبيليتي. زيزينيا بعد شفتها صادها ترافيك ورا ما قدرت تجي ويوم حصلت القاب اندفعت عرفت شلون؟ وجولد سبينر بعد يحسب إليه أي يعني الفايت اللي سواه الحصان أندرو والطاقم التدريبي لهالحصان. الحصان حل مركز رابع كأنه لا مركز رابع وقريب في هالمسافة يعني شيء ممتاز. بين كلير بلو والأبرار. إذا منقول الشوط بين كلير بلو وبين الأبرار فكلير بلو في سباقين تفوق على الأبرار. صح كلامك سيد بس اليوم إن شاء الله بيكون الأبرار إن شاء الله زين لأن آخر مرة كان شوي من شيموس تأخير منه كان ما بيقدر يعني إنه كان يتفوق عليه يعني هو شيموس هو قال أنا شوي مني تأخر وقبل السباق يوم فوق إبراهيم شوية بعد تأخر الحصان فاليوم إن شاء الله عبد الله فيصل فاهم الحصان إن شاء الله بيكون له كلمة. الأبرار احتمال يغلب احتمال يخسر حصاننا أنا أقول لك احتمال يغلب احتمال يعني يخسر. أنت اليوم ما تقدر تجاوب على هذا السؤال لا اللي لا هو لا لا هل بيقدر على كلاري بلو ولا لا؟ إيه لأن الخيل كلها زينة أنا مو بس كلاري بلو خيل يعني كلهم قدموا زين. محمد سعيد الله يهديهم دخل أربعاتهم في هالشوط ايش فيه؟ نهاية الموسم خلي يستانسون. بدل ما يحارب بسلاح واحد عندك كذا سلاح. صح يعني المميز منهم ممكن يكون كلاري بلو وقد أقول ناينزي لوزيرو من عقب آخر سباق يومية ثالث ورا ما يستان. بالضبط. كلاري بلو يعني اثبت روحه لو على كلاري بلو على قولتش كان اهون ترى عندك كذا حصان خيل العفو كلهم زينه بدوا يخافون من خيل العفو كلهم زينين في الشوط كلهم قادمين كلهم قادمين يعني ناين بلو زيرو بعد نفعت ويا الكسره يعني مثل ما تقولين حصان حد يبدل نفس في الكسره بس اذا ما يحصل تشانس يعني ينضغط من البدايه. ستار بوي بعد لا ننسى يعني حصان له حظوظه ولو ان من اللي تاثروا واجد الحصان
رجعت نص صحتها، بس الحمد لله نشوفها يعني اليوم. بس الحين أسامة هاشم محتار، شنو خطته بعد؟ إذا بيقعد يفكر في خطة مدربين الباقي بيتحير، لازم يسوي خطة حق حصانه نفسه. إيه ما عليه، بس إذا هو سوى خطة حق الأبرار لازم يكون على الأقل شوي عنده يعني توقع أنت شو بتسوي فيها الأربعة. إذا عرف أنا شنو بسوي. إيه؟ ما بيعرف المدربين الباقي شو بيسوي. بس هو معقول بيعرف يسكن المدرب. شكل ضغط عليهم اليوم. شرط يعني مو كل وقت الكثرة تغلب الشجاعة يعني. ويمكن الكثرة تغلب الشجاعة على قولتهم. بس احنا راح نشوف في هاي الشوط يعني، بس انا توقعات الابرار هو الافضل يعني، لانه مسابق وعنده الافضليه يعني، جاي اول مره في 1004 في 1006 ومره في 1004 جاي ثاني، فباقي الخيل خصوصا كلاري بلو ما سابق في 1004 يعني، هي اول مره راح نشوفه في 1004. بس ان انا اروح ويا يعني ازيد شيء ان اسطبلات العفو يعني هم اللي بيشكلون خطر على الابرار، على ستار بوي انا احطه هو الخطير. هيروف اند ريسينج انطلق الشوط السابع على كاس بيت التمويل الكويتي، الشوط الرئيسي والختامي ينطلق من مسافه 1400 متر بمشاركه 10 من الجهات بانطلاقه انكلينيشن هي التي تتصدر السباق من البدايه. المركز الثاني برنس سيلزان مع الفارس بادي ماثرز، جارزمان في المركز الثالث بينما رابعا ابسولوتيو، ناين بيلو زيرو في المركز الخامس، واير تاب سادسا، وستار بوي في المركز الثامن، الابرار في المركز السابع والمركز التاسع، هنالك ايضا لدينا كليري بلو. لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان بشعار العفو ريسنج مع انكلينيشن بالكاب الاصفر، يلحق به ثانيا برنس الزام بشعار المحمديه بالكاب الابيض مع الفارس بادي ماثر، جارسمان في المركز الثالث بشعار العاديات، بينما المركز الرابع هنالك ناين بيلو زيرو، بينما خامسا هنالك ايضا ابسولوتيو. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، هنا تختفى الصدارة الآن من قبل برنس الزام مع الفارس بادي ماثر، وهنالك أيضا في الناين بيلو زيرو حتى الآن في وضعية الانتظار مع الفارس الياباني دايوسكي فوكاموتو، والمحاولات أيضا قائمة من جانب السياج من قبل تامرلين. فعلا أيها المتابعون الكرام هنالك الناين بيلو زيرو من وسط الجيال ومن جانب السياج الداخلي هنالك تامرلين، إذا تامرلين وأيضا لدينا الناين بيلو زيرو في دخول ثنائي على خط النهاية. إذا يبدو لنا هنالك 9 بيلو زيرو من ينتزع صدارة هذا الشوط في دخول ثنائي على خط النهاية. تيمور لا أبو الغمامة. أنت من كن؟ 9 بيلو زيرو. إي والله طلع أحسن من كلاري. فوتو فينيش اليوم يعني 9 بيلو زيرو وتمرلين. يعني الشوط كان متكافئ، كلهم متقاربين من بعض، بينهم المركز الاول للرابع لاخر الدقائق احنا منتظرين يعني، مو عارفين من اللي غالب بين تمرلين و 9 بيلو زيرو. بس حبيت ابارك لابراهيم العفو المدرب محمد سعيد، انتصار جدا رائع. محمد سعيد شلون 9 بيلو زيرو صار افضل من كلاري بلو؟ توقعت اليوم هو؟ Yeah, you know, he just showed something last time. He ran very well. Then, you know, this week he come back okay after the race. Then he today also, you know, he relaxed. You know, he remember the last race. He relaxed good. Then just wait. Then make finish, you know, last one for longs. بس شو اللي صار ويا كلاري بلو؟ كلاري بلو قال ليش يعني اكو اندرو لا يقول من طلع ما كان يمشي ياخذ له وقت لين ما يسخن، بس يوم سخن استن بس متاخر شوي. ذاك المره ماي ستار ادى المهمه عن 9 بيلو زيرو، اليوم 9 بيلو زيرو ادى المهمه عن كلاري بلو. بس ما قلت لك يعني 9 بيلو زيرو ما كان في الشوط يعني بس كذا حق يتنشور ويطلع، لا كان عنده تشانس في الشوط. هي نو هاو تو جوب، يو نو. He's like a Ferrari, you know.
وتوقعت اكثر من واحد الا تيمور اللي ما توقعت يفنش مع خيرك. ناسب الحصان يعني ناسب الريس، ظروف الريس ناسبته. جيم يكون شاطر صراحه ما شاء الله عليه، ايه خبره يعني خبرة من الحين قاعد اشوفه يركب مع الخيل اللي ما نشوفها وايد وشكل فارق وياها. ترى جوكي خايط حروب وعنده خبره يعني كميه خبره مو سهله. والابرار في مركز ثالث، الابرار اتوقع انه كفايه يعني يكفي، المفروض انه يرتاح الى الموسم القادم. لا انسى انه حصان اول موسم اليه بس شارك مشاركات كثيره ونشوف انه دائما في البليس، حصان له مستقبل اتمنى انهم يعتنون فيه اكثر. ديروف اند ريسينج انطلق الشوط السابع على كاس بيت التمويل الكويتي. الشوط الرئيسي لاحظنا شيء غريب في تيار العفو انه في اخر فتره في خلينا نقول 6-7 اسابيع قاعد يقدمون اداء بالضبط. العفو ريسينج مع كلينجين بالكاب ثنائيه مستحقه لان يتعبون يشتغلون يحاولون قد ما يقدرون انهم يواصلون. هنالك 9-0 بينما خامسا 9-0 بين قفز اللي قفزها بالتطور من اخر سباق يوم حقق المركز الثالث. نون بيزيرو اوريدي عنده مستوى نون بيزيرو من يوم كان في النظاميه الاماراتيه. خطه مدروسه المدرب كان السعيد وتوفق فيها. ومن جانب السياج الداخلي هنالك تمر. شوف محمد سعيد اسطاب العفو، اذا مشت الامور على ما يرام للموسم القادم نشوف مزيد من الانتصارات. باقي اسبوع واحد وبعدها خلاص ما في سباقات، فبوفر كل شيء ابي اقوله لاخر لقاء. لكن بعد النهايات ليست الا بدايات، ولكل سباق بدايه اخرى عند اهل الخير.